في الشوارع والميادين وعبر منصات التواصل، الشارع السوداني قالها بصوت واحد ورفع شعار إقالة مدني عباس وزير الصناعة والتجارة، لا سيما بعد تفاقم أزمة العيش والدقيق. مواكب المسيرات العديدة خرجت وواجهتها الشرطة بإطلاق البومبان، كما نتابع في هذا الفيديو الذي وثقه أحد النشطاء. عاجل بومبان كثيف للمتظاهرين هنا في موقف جاكسون السوق العربي الخرطوم. في التعديل الوزاري الأخير لحكومة حمدوك رحل الجميع بما فيهم أكرم التوم والبدوي وبقي مدني، ولكن كيف سيبدو مدني عباس مدني عندما يحاولون إقالته من الوزارة؟ الدكتور مجدي عبد الحليم العثمان غرد بهذا الفيديو. الشعب الذي انتظر طويلاً حلاً لأزمة الخبز الطاحنة خرج عليه عباس مدني بإعلان إدخال أفران خبز مقدمة من مصر. أيمن خليفة غرد على تويتر فقال: كلما ضاقت واستحكمت حلقاتها خرجوا بمخدر موضعي، سرعان ما يزول مفعوله لواجه الشعب مأساته وبؤسه. أفران بتنتج مليون قطعة خبز، جابها مدني عباس من القاهرة. طيب تمام، وين الدقيق اللي حنخبزه في الأفران دي؟ هل البلد ناقصها أفران؟ يتساءل أيمن. أما رشا درديري فغردت وقالت: ما ضروري خبز، أكلوا كيك، وأرفقت التغريدة بهذه الصورة ومكتوب عليها: ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، التوقيع مدني عباس مدني. وبسبب انعدام الرغيف نشر شبان فيديو لعشائهم المكون من الأندومي، موجهين رسالة إلى وزير التجارة والصناعة: برغية اعتذار إلى كافة الأمجاقات والصابرين الصامدين، وأنتم تشاهدون هذه المناظر الفظيعة التي تقدح في سمعة الأبجيقات، نحب أن نخبركم أنه لولا أن الأمر بلغ مبلغا عظيما لما أكلنا الأندومي. وتبا لمدني جرادل، تبا لمدني جرادل. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، نقلها عبد الله بن الفاروق عمر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كلمات لم يسمع بها بعد أكثر من 1400 عام والي النيل الأبيض الذي ثار في وجه طفل شكى له غلاء سعر الرغيفة. سلمى غردت على تويتر وعلقت على هذه الحادثة: أصبحت إقالة والي النيل الأبيض واجب وطني، الثورة جاءت لحفظ كرامة الإنسان السوداني وليس الإساءة له وإهانته، وجاءت لتحسين معاش الناس، فبدل من أن يسمع لشكوى الطفل والمواطنين ويحاول جاهداً الإصلاح، شتم الطفل وأسكته بكل جبروت وتجبر، هاشتاج إقالة والي النيل الأبيض. أما نهال فغردت على تويتر: المفروض أنه تم تعيينكم بأمر المواطن ومن أجل المواطن، أياً كان الأسلوب تتحمله أنت وتعالجه، سواء كان الأسلوب أو المطلوب، كفاية تحامل على الشعب، اتزن أو ارحل إن لم تكن كفءاً لتحمل المسؤولية، هاشتاج إقالة ومحاسبة والي النيل الأبيض. كما غرد فؤاد أبو حمزة: من يأتي بهذه الطريقة لا يخدم المواطن الغلبان، دا عطشان مظاهر وجعان مناصب ومشتهي غرور وعنطظة، إقالة والي النيل الأبيض واجب وطني.